مهم جدا أن نعرف كيفية يعني عمل نظام الموقع الإلكتروني. مثل ما قلنا أنه المواقع الإلكترونية في السابق كانت يعني ذات خطوات معقدة، واليوم وفرت التقنيات يعني نظم لإدارة المحتوى، نظم لإنشاء مواقع إلكترونية بشكل مبسط وبشكل سهل، يوفر على المستخدم أمور كثيرة بإمكانه أنه يتجاوزها ويصل إلى الجمهور بحصيلة لمحتوى مميز يستطيع أن يوصل رسالته ويحقق أهدافه. لكل المواقع الإلكترونية يعني إذا ندرسها من زاوية علمية هي تمثل الصحافة الإلكترونية، ما يتعلق بالصحافة الإلكترونية بشكل دقيق. لكن هذه المواقع تحتوي على مثل ما قلنا على محتوى متعدد الوسائط، يعني هنالك عدة وسائط تستطيع أن تخاطب منها المتلقي، سواء عن طريق الفيديو أو عن طريق الصورة الثابتة أو الصورة المتحركة الموشن جرافيك أو الفيديو الجرافيك الذي يحتوي على أيضا محتوى متعدد صوت وصورة وكتابة، أو من خلال المقالات اللي هي ذات محتوى نصي لا يحتوي على يعني محتوى آخر كالصور والفيديو وما إلى ذلك. فالمواقع الإلكترونية يعني تشهد إقبال كبير، وهنالك ما يعرف بالتشبيك في الإعلام الإلكتروني والصحافة الإلكترونية. يعني أنت اليوم إذا عندك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، عندك موقع يعني تعمل في مؤسسة أو لديك موقع لمنتدى معين أو موقع شخصي كمثلا المدونات على ووردبريس، ووردبريس هو نظام أيضا لإدارة المحتوى يوفر كثير من الخيارات وكثير من الأمور. تستطيع أن تبحر في الشبكة العنكبوتية من خلال النقر على الروابط اللي يتم تحويلك إلى مثلا صفحة لموقع تواصل اجتماعي معين أو إلى مواقع أخرى أو إلى محركات بحث. هذا يسمى اللينكات وتسمى بالهايبر لينك، اللي هو النص فائق السرعة، اللي هو يوفر لك إمكانية التنقل والإبحار بين المواقع ومن خلال كلمات مفتاحية ومن خلال روابط معينة ومن خلال وسوم يعني موجودة في المواقع وموجودة في الصفحات التي تتوفرها شبكة الإنترنت. يعني مهم جدا أنه نعي أنه المواقع الإخبارية لها جوانب يمكن أن نستفيد منها. أبرز هذه الجوانب أنه كطلبة علم كيف ندرس هذه المواقع، ماذا تحتوي هذه المواقع، ماذا تمثل للإعلام هذه المواقع، ماذا تمثل للقائمين عليها، للجهات التي تمتلك هذه المواقع، ما هو دور المواقع بين المنصات الأخرى كمنصات التواصل الاجتماعي والمحركات البحث الأخرى، و يعني ما يتعلق بالإعلام الجديد، كيف تستفاد المؤسسات الإعلامية التقليدية كقنوات الإذاعية والتلفزيونية والصحف من المواقع الإلكترونية، وتستفاد يعني بعض الصحف تحولت إلى صحف إلكترونية ذات نسخة إلكترونية، حولت أو طورت أو استفادت من التقنية في موضوعة الانتشار وموضوعة الحصول على أكثر عدد من القراء والمطلعين. أيضا ممكن أن نستفاد من المواقع الإلكترونية فيما يتعلق بالجانب العملي، كيفية استثمار هذه التقنية في إيجاد فرص عمل، في إمكانية التأثير في الآخرين، في إمكانية الترويج لأفكار معينة أو الترويج لشخصيات أو الترويج لمنتج معين أو لخدمة معينة.
كل هذه الأمور إن شاء الله سنتطرق لها وسنمر عليها في المحاضرات اللاحقة بإذن الله في إطار مادة المواقع الإخبارية أو مادة المواقع الإلكترونية الإخبارية. أنا مثل ما تكلمت في بداية المحاضرة، مادة المواقع الإخبارية الإلكترونية هي تدخل في جانب من جوانب ما يسمى بالإعلام المتخصص، أي التخصص من حيث المحتوى، لأن هنالك تخصص في الإعلام من حيث الجمهور، يعني جمهور عام أم خاص، نساء، رجال، أطفال. فهناك أربع مرتكزات لما يعرف بالإعلام المتخصص، يرتكز على الجمهور وعلى المحتوى وعلى شكل تقديم المادة وعلى الاهتمام. أيضا الاهتمام يعد تخصص من تخصصات الإعلام، ممكن أن تركز عليه قنوات أو المؤسسات التي تمتلك مواقع أخبارية. يعني الموقع الأخباري يعني هو واجهة موجودة أو صفحة موجودة تدار من قبل المستخدمين، هذا بأبسط تعريف. تحتوي على محتوى متعدد مرتب ومنسق بحسب يعني ما تفرضه محركات البحث أو نظم إدارة المحتوى، وأحيانا التقنيات الحديثة توفر لك خيارات لترتيب المحتوى بالشكل الذي يظهره بشكل جذاب ويراعي بنفس الوقت الأجهزة التي من خلالها أنت كمستخدم تصل إلى هذه المواقع. إذا كان حاسب فراح تكون واجهة المستخدم تختلف، وإذا كنت تستخدم أجهزة ذكية راح تكون واجهة المستخدم تختلف. وذلك تلاحظوها في المواقع الإلكترونية، أسفل أحيانا يضعون الآلية اللي تريد أنت تستعرض بها الموقع الإلكتروني، سواء كان سمارت فون أو جهاز ذكي أو حاسب إلكتروني، لأنه المحتوى راح يترتب وفق النظام الذي النظام المحدد أو نظام إدارة المحتوى بما يتلائم مع توفير البساطة لك وجذبك لتصفح هذا الموقع، وبالتالي تحقق نسبة مشاهدة والأثر، والجهة القائمة على هذا الموقع تحقق الهدف الذي تريده من إنشاء هذا الموقع. هذه بصراحة مقدمة عن مادة مواقع الإخبارية من رؤية أكاديمية، لا من رؤية يعني تسويقية أو رؤية تجارية. إن شاء الله راح تكون لنا محاضرات أخرى في إطار هذه المادة بشكل يعني أكثر دقة وأكثر علمية وأكثر تخصص، راح نغوص في ثنايا هذه المادة ولنتعرف أكثر على مادة مواقع إلكترونية إخبارية بشكل أكثر. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.